السلام عليكم. إليكم أعزائي الكرام هواتف اللاعبين ومشاهير كرة القدم في مونديال فيفا قطر 2022. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل بدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة 100,000 مشترك فضلا منكم، وليس أمرا بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل وتوتو أول، ولا تنسى دعم القناة ماديا إذا أردت عبر الضغط على زر التشكرات. ميرسي أو تانكس. تابع الفيديو حتى النهاية. ما هي أسماء وأنواع هواتف اللاعبين؟ نبدأ مع منتخب راقصي السامبا منتخب البرازيل، حيث يبدو النجم الموهوب نيمار مستعدا لخوض المونديال وحمل أمال عشاق البرازيل على عاتقه. وبالنسبة لهواتف اللاعبين، نيمار لقد نشر هذه الصورة وهو يستخدم هاتف آيفون 13 برو، وبما أن الصورة تعود لبداية السنة نتوقع أن يكون قد حدث هاتفه لآخر إصدار آيفون 14 برو على ما يبدو، فقد تعودنا على نيمار يحدث هاتفه مع كل إصدار آيفون جديد. الغريم التقليدي للبرازيل هو منتخب الأرجنتين في المرتبة الثانية، منتخب راقصي التانغو، وعندما نذكر الأرجنتين يتبادر إلى أذهاننا فورا النجم ليونيل ميسي، والذي يبدو أنه ما يزال يستخدم آيفون مطليا بالذهب، ربما نسخة الآيفون 12 برو، وهذا ما يظهر من خلال هذه الصورة، ربما يكون نفسه الذي أهدي له بعد فوزه بالكرة الذهبية آخر مرة عام 2021. وهنا منتخب الديوك الفرنسية بدوره مرشح بارز للقب، وهو حامل لقب النسخة السابقة عام 2018، خاصة مع وفرة النجوم داخل صفوفه وعلى رأسهم كريم بنزيما النجم نجم ريال مدريد الذي غاب مؤخرا عن المونديال للإصابة. وفاز بنزيما مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم، وظهر في هذا المقطع وهو يستخدم هاتفا يبدو أنه من عائلة الآيفون 13، ربما آيفون 13 العادي أو إما البرو أو البرو ماكس. وهنا نفس الأمر فيما يخص هواتف اللاعبين ينطبق على زميله الكرواتي الساحر لوكا مودريتش، الذي نشر على إنستغرام صورة له وهو يلتقط صور سيلفي مع عائلته في ديزني لاند وهو يحمل هاتف آيفون 13 برو. وهنا أيضا منافس بنزيما حاليا في الدوري الإسباني مع برشلونة، هو هداف هذا النادي الرائع نادي برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وهو الآخر يمثل بلده في كأس العالم. آخر صورة له وهو يحمل هاتفا تعود لأيام تعاقده مع شركة هواوي، حيث كشفت استخدامه لهاتف هواوي الرائد P50 برو وهو لامع كما تشاهدون هنا في الشاشة. ونعود لفرنسا مع هواتف اللاعبين، وهناك أنطوان غريزمان نجم فريق أتلتيكو مدريد كان قد نشر صورة قديمة له وهو يحمل هاتف آيفون 12 برو، والدليل أنه 12 وليس 13 هو أن تاريخ نشر الصورة يعود لأيام قليلة قبل إطلاق عائلة الآيفون 13. وهنا النجم الفرنسي الآخر كيليان بابي، نجده هنا يحمل هاتف آيفون على أغلب هو آيفون 13 برو أيضا. مبابي ظهر في صورة مع زميله المغربي أيضا في نادي باريس سان جيرمان وهو حكيمي، والحديث عن أشرف حكيمي، حيث في هذه الصورة يظهر حكيمي وهو يستخدم هاتف آيفون 13 برو ماكس. وعند الحديث عن اللاعبين العرب، هناك رياض محرز اللاعب الجزائري لفريق مانشستر سيتي الذي لم يتوفق في الوصول لنهائيات كأس العالم مع منتخب بلده للأسف، نجده هنا يحمل هاتف آيفون 12 العادي.
ومن الجزائر إلى مصر، حيث النجم محمد صلاح الذي نعرف أنه يستخدم هاتف آيفون من خلال تغريدته على موقع تويتر، لم نحصل على صورة لتحديد إصدار الهاتف، لكن نتوقع أن يكون إما آيفون 13 برو أو الآيفون 12 برو، أو ربما قام بالتحديث للآيفون 14 برو. وعندما نتحدث عن النجوم الصاعدين فلا أحد يسطع هذه الفترة مثل السفاح النرويجي إيرلاند هالاند أو إيرلينج، أو هناك من يقول له إيرلينج هالاند أو إيرلانج هالاند. هالاند متعاقد مع شركة سامسونج وظهر في صورة وهو يستخدم أجهزة الشركة ومن ضمنها هاتف العملاق الجالاكسي اس 22 ألترا بلونه الأبيض. سامسونج شركة كوريا جنوبية، وفي كوريا الجنوبية هناك نجم توتنهام سون، والذي رغم توقعاتنا باستخدامه لهاتف من شركة سامسونج الكورية أيضا، إلا أنه يستخدم هاتف آيفون كما يظهر من خلال تغريدته على تويتر. وأيضا زميل سون هاري كين النجم الإنجليزي وقائد منتخب إنجلترا ظهر وهو يسجل فيديو من خلال هاتف آيفون 12 العادي. وعند النظر لهذه الصورة سنجد اللاعب السنغالي ساديو ماني المحبوب وهو على متن الطائرة، ويبدو أنه يستخدم جهاز آيفون غير واضح الإصدار، إلا أن الإطار المسطح للهاتف من الجانب يحسم أنه آيفون 12 العادي أو ربما الآيفون 13 العادي. كانت هذه نبذة سريعة عن هواتف اللاعبين، شاركونا رأيكم حول سبب استخدام المشاهير لأجهزة الآيفون عموما، ما رأيكم؟ دمتم في رعاية الله وأتمنى أن تقوموا بدعم القناة، أحبكم في الله، مع السلامة.